السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن شرح سهل جدا وبسيط ولكن كتير من الأشخاص بيحتاجوه، وهو إزاي إن أنا أقدر أمسح حساب الجوجل نهائيا، حساب الجيميل إزاي أمسحه وأحذفه نهائيا من على التليفون، وكمان أمسح الحساب نفسه، يعني أمسح الجيميل نفسه بكل بياناته بكل حاجة مرتبطة بيه، مش إن أنا أشيله بس من الجيميل من الاندرويد، لا كمان ان انا احذفه بشكل نهائي. يبقى انا هحذفه بشكل نهائي وكمان هزيله من على الاندرويد الاثنين، لان في ناس كانت سالتني عن طريقه الحذف النهائي للحساب نفسه مش ازالته من الاندرويد فقط. يبقى احنا بنتكلم عن حذفه نهائيا بكل بياناته. بكل بساطه كل اللي احنا بنعمله بنروح على زي ما احنا شايفين قدامنا على الجيميل، عندنا بتروح على الجيميل، ومن الجيميل نروح على الصورة اللي فوق، بتختار تأكد ان انت بتختار الحساب اللي انت محتاجه. الصورة اهي بتاعت الحساب اللي انا محتاج امسحه، اضغط عليها يجي لي طبعا الايميل الجيميل نفسه اهو عشان اتأكد ان هو، بضغط على ادارة حسابك على جوجل، ومنها بروح بنلاقي هنا حاجات كثيرة، بنختار البيانات والخصوصية، البيانات والخصوصية، تمام، البيانات والخصوصية، بضغط عليها منها بنزل لتحت كده، بلاقي حذف حسابك على جوجل، حذف حسابك على جوجل، حذف حسابك بالكامل وجميع بياناتك، بضغط عليها. طبعا لازم ندخل الباسورد بتاعنا. بعد كده بيجيب لي ان انا اقدر انزل البيانات احفظها قبل ما احذف الحساب، بس لازم اقرا بعنايه لان هنا هيتم حذف جميع المحتوى الموجود على الجيميل اللي هو بيقوله لك دلوقتي، تمام، اللي هو الجيميل، تمام، وحساب العلامه التجاريه، اليوتيوب والى اخره، حتى قنوات اليوتيوب هتتحذف، تمام، واي التقويم والمزامنه وجهات الاتصال والمحتوى الرقمي وتطبيقات جوجل بلاي وكل حاجه متعلقه بال الجهاز الجيميل ده او الحساب الجوجل هيتم حذفها نهائيا. تضغط هنا وبتضغط هنا وبتضغط حذف الحساب، بيتم حذف الحساب نهائيا. ده كان شرح سهل وواضح وبسيط جدا جدا لطريقه حذف حساب الجيميل نهائيا من على الاندرويد، وكمان حذف الحساب كمان نفسه بكل سهولة. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في أي استفسار أتمنى أشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر أتمنى تكونوا مشتركين معانا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.